السلام عليكم ورحمة الله السلام كل لا فيديو إن شاء الله دوزيام فيديو تريز امبورطون دونك واحد نهار درت لا فيديو على علي بالحاج كيسب مرت هولندا داخل الجامع كان بزاف واحد الفيديو هدايا قالت محسود نتايا تسبوا مرت النبي صلى الله عليه وسلم تسبوا النبي وتقول تسبوا مرت راجل أنا قلت لكم ما تسبوش داخل بيت الله حرام تسب حرام طيح هو طيح داخل بيت الله هذا هو البرازيل اللي تحب تسبها سبها على روحك ودا لكم هكذا زعما دي فيديو ودا زعما دا نيكو هكذا ورا لكم بلي زعما قالك باري ماتش وما قالو بلي سي سامي تراس سمعوا مليحه لو كان تعاودوا تشوفوا الفيديو تاعو هذيك تشوفوا بلي سي با باري ماتش يا ديسا هذاك ستان بلوغ جبدو تاع لي كونتي سوسياليست اللي كتبوا ان ارتيكل قالك جورناليست ا باري ماتش ما هي جورناليست ا باري ماتش ماشي باري ماتش اللي قال جورناليست ا باري ماتش سامي تراس قدام الاكس ماشي باري ماتش اللي قال مي بون مي بون هو كيما يقولوا دات العصبيه وكذا صابها في دارتيك جاي يجري يحطو في الفيديو زعما شوفوا باللي باري ماتش يقولوا عليها وباري ماتش ولاو سلفيه هذا بوندس تعرفوا على كل حال هاو دات الفيديو هذيك مانيش نريبوندي له ليه باسكو هو ضعيف بزاف ما نقدرش ندخل معاه في الاخر ما عندوش المستوى باش يهضر دونك نصلح برك كيلكو زيرور اللي قالهم هكذايا اللي كذب على الغاشي باش الناس تعرف باللي الحقائق نهضروا الحقائق صافي بلي براف ما نهضروش برك بالسماع هكذاك الوغ تم من بعد دورها قالك لصق لافير تاع هولوند ومرتو مع عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا يعني كيفاش يقلبوا لكم الامور كيفاش يقلبوا الحالة بصح كيما نقولوا حنا لا بالمير صار هنا يعني نريبونديو له كيما نقولوا نريبوندي الناس باش تعرف الحقائق هما يقول لك باللي حنا هما يحرضوا بعائشة وبالمؤمنين يحرضوا المسلمين على الشيعة يقول لك محسوب هما يسبوا عائشة مرت النبي وكذا كيما داروا طلحة والزبير باش داروها معها باش طلب دم عثمان كما يقولوا طلعوا البصره داروا واش داروا وحاربوا سيدنا علي وكذا وباش تبعوهم المسلمين حطوها لهم هي اون افونغارد هكذا هذه ام المؤمنين واسمكم توقفوا معاها وطلبوا بدم عثمان ودم كذا وهي كما يقولوا ريان افوار مع دم عثمان ولا كواك سوسوا دوك نشوفوا باغ اكزومبل اللي يقول لك هما باللي حنايا نسبوا مرض النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم نتحدى اي واحد فيكم يجيب لي كتاب تاع شيعه معتبر يشوف احنا نسبوا عرض النبي ولا عرض عائشه ولا عرض كذا ابار لي زافير هذوما تاع البصره وتاع واقعة الجبل وتاع الاحاديث دونك شوفوا في كتاب هذا كتاب سنن ابي داود شوفوا هذا سنن ابي داود من الكتب المعتبره عند المسلمين من الصحاح السته يقول لك ثالث صحيح تاع كتب الصحاح السته هذه كما يقولوا في المقدمه باش نعرفوا شكون هو ابي داود ودير أربعة يقول لك إيه ثم يقول لك حاسم البصري شرط الإمام أبي داود هذا من الصحاح تاع الستة يقول لك مؤلفاته كتاب السنن وهو ثالث الكتب السنة في الحديث المسائل التي خلف عليها الإمام أحمد بن حنبل وهذا الكتاب رواية أبي داود وقد طبع لك دونك هذا ياسر الترازيام ليف تاع السنن في الصحاح كاين ستة بخاري مسلم سنن أبي داود سنن الترمذي سنن ابن ماجه ما نسيت شكون هكذايا مسند أحمد الله يعني ماشي مسند أحمد لنا دونك يقول لك هدايا قال الحافظ ابو بكر الخطيب كتاب السنن لابي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من كافه الناس وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وعليه معول اهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من اقطار الارض فكان تصنيف علماء الحديث قبل ابي داود الجوامع والمساند ونحوها فيجمع تلك الكتب الى ما فيها من سنن والاحكام اخبار وقصص صافي دير هذا ما كاش معتبر ولا عايز تعرفوا به وكلش نقرا لكم واحد الحديث شوفوا يقول لك حنا نسبوا عرض عائشه ونسبوا عبد الرسول هكذايا هذا الحديث تلقاوه في باب النكاح من الزواج كما يقولوا الحديث 2061 2061 الحديث هذا يا باب النكاح مكتوب باب من حرم به كما يقول لك يقول لك كا
كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات إخوانها، تأمر بنات إخوتها وبنات إخوانها، اسمعوا مليح، أن يرضعن من أحبة عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا 5 رضاعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسالم دون الناس. صار يدير أمهات المؤمنين قالوا إحنا هذه لا يجوز عندنا باش يرضع ويدخل. وشكون تقول لهم رضعوهم؟ بنات أختها وبنات خاوتها. صافي اللي كانت تقول لها رضعوهم صافي ديرهم كبارات هذوما. ولدي زويد بالك دي زويد دي زناب بالك باش يرضعوا الناس. ولا بالغين نقولوا كان ساز نيمبورت كوا. صافي دير دوك هذا الحديث هذايا قولوا لي الله يرحم بابكم إلا عندكم جواب جاوبوني على بالي بلي يوم القيامة ما عندكمش جواب تجاوبوا على الحديث هذايا. يا سي الزراوي كي تقول أنت ما تقراوش الكتابات تاعهم ما كاش مشكل هذا كتاب تاعكم. يدخلوا أنتوما صحيح. هكذايا سنن ابي داود هذا الحديث هذايا يقول لك بلي عائشه كانت تدخل باش يجي يشوفها واحد في الدار تبعت له بنت اختها ولا بنت خوها ترضعوا 5 رضاعات. اسكو فو روندي كونت هذا الحديث؟ انا عندي الحديث هذا مكذوب هذايا ما يقدرش يكون حديث صحيح هذايا. باسكو لو كان تقولوا انتوما بلي هذا حديث صحيح تسمى انتوما راكم تسبوا فيكم المؤمنين ماشي انايا ولا الشيعه. هذه ستين بروف برك بلي انتوما راكم تكذبوا وتقلبوا في الامور وتحطوا عائشه هكذا قدام الناس باش يحاربونا بها وتقولوا راهم يسبوا فيكم المؤمنين وانتوما اللي راكم تسبوا فيها وتسبوا في عرض النبي باسكو هذه راهي فاحشه خدمه كيما هذه. العلماء كاع يقولوا لهم هذه كيفاش سبحان لا اله الا الله محمد رسول الله وتقولوا انتوما بلي حنايا اللي نقولوا بلي عائشه نسبوها ونسبوا عرض النبي هذا اكثر من سب عرض النبي واش بكم؟ هذه ما يقراوش لك وربك كان يقراوها يقول لك كيفاش العقليه سي كو هاد لافير هادي مرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخدمه كيما هذه تحط بنات يردوا رجال باش يدخلوا يشوفوها باش يتحرموا عليها زعما وبنات خوتها وبنات خواتها وبنات سبحان الله العلي العظيم. تسمى هذا الحديث هذايا هذا الكتاب تاعكم تقولوا ما تقراوش كتب الشيعه ما تقراوش كتب الشيعه ما كاش مشكل قراوا كتب السنه برك تعرفوا الحقائق واش كاين في كتب السنه واش كاين لكم الشتم للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولازواجه راكم تشوفوا فيها بعينيكم هاد لا فيديو. السي بوندس يا صحاب الفيديوهات تاع لي كيما يقولوا لي مونتاج فيديو اي ريبوندي واحد فيكم ولا الزراوي معاكم اجتمعوا كامل ديروا كاع قول لكم لصقوا كاع واش غير صاركم هكذايا الخاخ ديالكم وفهموا هذا الحديث للمسلمين ما تفهموهوليش ليا انايا فهموه للمسلمين كيما ندير للمسلمين انا ورينا بلي ماشي حنا اللي نسبوا عائشه نتوما اللي تسبوا عائشه هذه باش يكون في علمكم برك بلي نتوما اللي تكذبوا على الامه ماشي حنا نكذبوا على الامه وانتم اللي تسبوا مرت النبي صلى الله عليه واله وسلم. عاود نقرا لكم الحديث يقول لك كانت عائشه رضي الله عنها تامر بنات اخواتها وبنات اخوانها ان يرضعن من احبه عائشه ان يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا 5 رضاعات ثم يدخل عليها. وابت ام سلمه، ام سلمه قالت لها احنا ما ندخلوش علينا هذه امبوسيبل. هذه بالك تقولي بلي الرسول قال لابو مرت ابو حذيفه رضعي سلمان هذاك باش يولي يدخل عليكم باسكو هي اللي رباته تقول له بلي هذا بالك رخصه برك بالك اذا كان منها بالك رخصه برك خلاها دارها النبي والله ما ندري لعلها كانت رخصه من النبي صلى الله عليه واله وسلم لسالم دون الناس بالك دارها رخصه برك هذاك لسالم دون الناس باش ترضعو باش يولي شغل وليدها. شوفوا يعني هذا القصد هذايا باش الناس المسلمين يا ايها المسلمين شوفوا واش راه صاري في الكتب هذوما شوفوا كيفاش يهضروا على النبي وكيفاش يقيسوا عرض النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لك حنا قصنا عرض النبي ويقول لك حنا نقولوا بلي هذيك الافكي وزانيه حنا ما نقولوش كاع هذيا نتحداكم تجيبوا لي كتاب يقول بلي 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 عايش حنا نقولوا زنات الافكي حنا الافكي هذيك حنا ما تيكزيستيش وما داروها باش يلصقوا لها صوره النور حنا هذيك الافكي ما تكاش بها الحكايه الافكي هي صلاه وين كي جات ماريا القبطيه زيت النبي صلى الله عليه وسلم ولد عائشه قالت له يا ودي هذا ماشي وليدك ما يشبهلكش وخرجوا الدعايه هذيا كوم كوا ماشي وليده هو زاد حط هذيك صوره النور باش تبرع ماريا القبطيه
اش قالوا لك باش انت ما عندكش الدراري مع كاع النساء وعندك الدراري غير مع هذه هذه الحكايه ان شاء الله ونثبتها لكم ان شاء الله باسكو راح نديروا لي فيديو دوكا نعاودوا البروني والعلم تاع الاسلام والشيعه والسنه وش لا ديفيرونس بين اهل البيت والمدارس الاخرى ونعرفوا الحقائق بالكتب بلي ريشارج وكذا كما كنا نديروا واحد الوقت ونهربوا كامل ما قدروش يعاودوا يجاوبوا ونشوفوا لو كان تقدروا تجاوبوا ماشي دي فيديو هذوك مونتاج روحوا جاوبوني هكذايا بالكتابات وروا الناس ما عندكمش والله اليوم القيامه ما تلقاوش لي بونس على هذه الحديث هذايا وقولوا لي ماشي صحيح يا با بروبليم تسمى نحو هذا سون ابي داود اللي يقول لك العلماء كاع متفقين عليه وكاع يقول لك ثالث كل كتاب السنن بعد البخاري ومسلم هذه هي باش نجيكم يعني باش تقول لي نتايا حنا نسبوا ام المؤمنين ولا نسبوا مرت راجل رسول مات وهي مات حنا ما سبيناهاش خويا العزيز نو نو حنا كما يقولون نحكيو التاريخ واش كاين نحكوا الناس باش يعرفوا التاريخ كي تقولوا انتم بلي عائشه نصف ديناكم من هذه الحميره حنا نقول لكم بلي هذا حديث فو ما تقدرش تدي نص الدين تاعك من حديث كيما هذا امبوسيبل ما تقدرش تدير الدين على حديث كيما هذا تسمى هو كتاب تاعكم كذاب ودارتها تاع الصح ولا صار بروبليم بروبليم ليكم ماشي ليا انا مشكل ليكم فهموا المسلمين يا سي زراوي فهم المسلمين هذا سنن ابي داود ماشي كتاب تاع الشيعه فهمت كيفاش فهموهم جبتوا هذا الحديث حديث 2061 هكذا لا باج 329 تلقاو الحديث هذايا باب النكاح وفهموا المسلمين ودوك نشوفوا كي هضرت على عثمان بن عفان قلت بلي انا سبيت عثمان بن عفان وسبيت صحابه انا عمري ما سبيت حتى واحد كاين الفيديو تاعي انا جبت لكم واش كاين في الكتابات تاعكم اللي تحبوا تقراوهم انتم ما تقراوش الكتابات تاعنا راهو الكتابات تاعكم اللي ما تقراوش مام با جبت لكم دوك لا بروشين فيديو ان شاء الله مور هذه نكمل لكم ونقول لكم شكون اللي قتل عثمان بن عفان باغ اكزومبل شكون اللي حرض عليه وشكون اللي قتل عثمان بن عفان وكيفاش قتلوا عثمان بن عفان تقول شويه برك هكذا نظره صغيره بعد ما روحوا تحوسوا ما تقراو كتب الشيعه كما قال لكم خذوا الراي الزراعي ما تقراو كتب الشيعه روحوا قراو كتب التاريخ تاع السنه باش تعرفوا الحقائق طبري ابن كثير قاعدوا تعرفوا الحقائق ما كانش تقراو كتب تاع الشيعه واحد ما قالوا نقراو كتب تاع الشيعه شي زراوي ايا فهمنا انت سي زراوي العالم الكبير لك حاب تحكم بالشريعه الاسلاميه باك دير لنا هاد الكونستيسيون الجيريان في لا لوا دير لنا هاد الشرع هذايا باش يدخل عليها البلومبي مرتي لازم تبعث له بنت اختها ترضعو باك ما كنتش في الدار يدخل البلومبي يسجل هذه هي العقليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جاوبوني بركة تكونوا في كولا وجاوبوني بالعلم ماشي بسبان سباني ونفتو على كل حال السلام عليكم